سعيدة بلقائكم متتبعي قناة دروس الدعم والتقوية الابتدائي. في حصة اليوم سننجز درس الجهاز الدوراني الصفحة 17 والصفحة 18 من مرجع المنير في النشاط العلمي للمستوى الخامس. نبدأ مباشرة بالفقرة الأولى، ألاحظ وأتساءل. نقرأ النص، نلاحظ الصورة ونطرح سؤالا للتقصي. سمعت إكرام في أحد البرامج الوثائقية أن الدم يجري في أجسامنا دون توقف طيلة حياتنا حتى أثناء النوم، فاستغربت لذلك. والصورة هنا توضح أحد الأشخاص يتبرع بالدم. إذن السؤال الذي سنطرحه خلال هذه الحصة هو كيف يجري الدم في أجسامنا؟ إذن كيف يجري الدم؟ كيف يجري الدم في أجسامنا؟ كيف يجري الدم في أجسامنا؟ بالنسبة لهذا السؤال سنقترح له فرضية التي تبدأ دائما بعبارة ربما. إذا ربما هناك أجهزة أو أعضاء في جسمنا، إذا أجهزة في جسمنا، ندير بين قوسين أعضاء، مسؤولة عن ماذا؟ عن جريان الدم في الجسم كالقلب مثلا. هنا غير افترضنا كالقلب. غنتاكدوا من هذه الفرضية بعد انجاز الانشطة. غنشوفوا النشاط الاول. اذا يضخ القلب الدم في الشرايين ويعود الدم الى القلب عن طريق الاوردة. هنا عندنا جوج ديال المصطلحات مهمة، الشرايين والاوردة، وتبين الوثيقة جانبه رسما لاعضاء الجهاز الدوراني عند الانسان. هذا هو الجهاز الدوراني عند الانسان، يتمركز حول القلب. اذا السؤال الألف يقول أضع الاسم المناسب لكل عضو باستعمال الأسماء الآتية. عطاونا الأسماء وإحنا غادي غير نوضعهم في المكان المناسب. إذا عندنا القلب، الشرايين، العروق الدموية والأوردة. إذا هنا عندنا اتجاه نقل الدم. بالنسبة لهذا السهم الأزرق فهو يدل على الأوردة. علاش؟ حيت الأوردة هي اللي كترجع الدم للقلب. إذا الأوردة، هنا نكتبو الأوردة، هي التي تضخ الدم إلى القلب. هنايا من هذا السهم الأزرق هنا من كيدخل الدم، والسهم الأحمر يخرج منه الدم، إذا عن طريق الشرايين. غنكتبو هنايا الشرايين. إذا الأوردة والشرايين، الأوردة والشرايين أش كيتسماو؟ العروق الدموية. العروق الدموية، ثم هنا القلب، هذا القلب. إذا هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال ألف. نمر الآن إلى السؤال باء. إذا ما هو أو ما دور القلب؟ إذن ما دور القلب؟ إذن القلب دوره هو أنه يوزع الدم على مختلف أعضاء الجسم. إذن نكتب يوزع الدم، يوزع الدم على مختلف أعضاء الجسم، على مختلف أعضاء الجسم. بالنسبة للسؤال الموالي، السؤال جيم، ما دور الشرايين؟ إذا الشرايين تنقل الدم، تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء، من القلب إلى الأعضاء، إلى الأعضاء. ثم السؤال الموالي، ما دور الأوردة؟ إذا الأوردة كدير العكس، نقل الدم من الأعضاء إلى القلب، تنقل الدم من الأعضاء، من الأعضاء
إلى القلب. نمر الآن إلى الصفحة 18 لإتمام بقية الأنشطة. إذا نقرأ النشاط الثاني. تبين الصورتان 3 و 4 عرقا دموية. إذا الصورة 3 عرق دموي والصورة 4 عرق دموي، كنلاحظوا اختلاف بيناتهم. الصورة 3 لشخص سليم، شخص معافى، والصورة 4 لشخص يعاني من تراكم الدهون في العروق الدموية. هذا الشخص هذا عنده لاغريس، الشحمة، عروق دموية عامرة باللاغريس. السؤال ألف يقول: أقارن القطر الداخلي للعرق الدموي عند الشخص السليم والشخص المريض. إذا كنلاحظوا أن القطر الداخلي للعرق للشخص السليم أكبر، كبير، مقارنة بالقطر الداخلي للشخص المصاب. إذا هنا غادي نكتبوا القطر، نكتبوا الجواب القطر الداخلي، القطر الداخلي للعرق الدموي عند الشخص السليم، السليم غادي نكتبو أكبر، نكتبوها بلون مغاير باش تبان أكبر، أكبر من القطر، من القطر الداخلي للعرق الدموي، للعرق الدموي عند الشخص المريض. إذا نعيد القراءة: القطر الداخلي للعرق الدموي عند الشخص السليم أكبر من، أكبر من القطر الداخلي للعرق الدموي عند الشخص المريض. السؤال باء: ما سبب المرض الذي يعاني منه الشخص المريض؟ سبب المرض هو تراكم الدهون داخل العرق الدموي، هو تراكم، تراكم الدهون في أو داخل، داخل العرق الدموي. نمر إلى السؤال جيم: كيف يمكن تجنب هذا المرض؟ تجنب هذا المرض بتناول، تناول أغذية، أغذية، عفوا، أغذية خالية، خالية من الدهون، من الدهون والسكريات، خالية من الدهون والسكريات، يعني تناول أغذية متوازنة. نمر الآن إلى النشاط الثالث. قم بعد نبضات القلب عند زميلك كما هو مبين في الصورة. ناخذ يعني الأصبع ديالنا وناخذ نحطو على هذه المنطقة هذه، وغادي نحسبو يعني عدد نبضات القلب، ما هو العدد الذي حصلت عليه. إذا هذه العملية غالبا كنديروها في الصباح. إذا بالنسبة للشخص العادي أثناء فترة الراحة كيكون عنده ما بين 60 حتى 100 نبضة في الدقيقة، حتى من 60 حتى 100 نبضة. غادي نكتبو نبضة أو ضربة، نكتبو نبضة، نبضات مفردها نبضة في الدقيقة. يعني أنت ولا أنتي غتلقاي من 60 حتى 100 نبضة في الدقيقة. تقدر تلقى 60، تقدر تلقى 65، تقدر تلقى 70، 75، 80، 85، تقدر تلقى 66، المهم على حساب. إذا من 60 حتى 100 ضربة في الدقيقة. أطلب من زميلك أو لا أطلب من زميلك أن يقوم بالجري في الساحة ثم أعيد عملية عد النبضات. ما هو العدد الذي حصلت عليه؟ إذا بطبيعة الحال غتحصل على واحد العدد اللي هو أكبر، أكبر من 100، يكون أكبر من 100 نبضة في الدقيقة، يعني واحد العدد اللي هو كبير. السؤال جيم: أستنتج كيف يتغير عدد نبضات القلب مع المجهود البدني؟ إذا تزداد، نكتب تزداد عدد، إذا يزداد، أن العدد يزداد عدد نبضات
عدد نبضات القلب مع المجهود البدني، يعني باش ما درتي مجهود بدني باش ما تزاد لينا عدد ضربات القلب مع المجهود البدني. نمر الآن إلى استنتج. إذن على الاستنتاج كما جرت العادة غادي نملي عليكم شفهيا، تقدر توقف الفيديو وتكتب الاستنتاج. إذن يقوم الدم بتوزيع مواد القيت والأكسجين عن طريق الجهاز الدوراني. هاد المعلومة ما شرناش لها في الدرس. إذن الدم الدور ديالو في الجسم ديالنا هو يوزع لنا مواد القيت والأكسجين. ما معنى مواد القيت؟ بحال السكريات، الدهنيات، الكالسيوم، فيتامينات الى اخره، كيوزعهم علينا على اعضاء الجسم باش هما يقوموا بالدور ديالهم. والاكسجين كذلك عن طريق شكون اللي كيعاون هذا الدم؟ كيعاونوا الجهاز الدوراني الذي يتكون من القلب والعروق الدمويه. الجهاز الدوراني يتكون من القلب والعروق الدمويه. العروق الدمويه شكون هما؟ الشرايين والاورده. وتنقسم العروق الدمويه الى نوعين، الشرايين التي تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء، والأوردة التي تنقل الدم من الأعضاء إلى القلب. دائما الشرايين تتلعب الدور عكس الدور اللي تتلعبه الأوردة. نعيد القراءة من جديد. يقوم الدم بتوزيع مواد القيت والأكسجين عن طريق الجهاز الذي يتكون من القلب والعروق الدموية. تنقسم العروق الدموية إلى نوعين، الشرايين التي تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء، والأوردة التي تنقل الدم من الأعضاء إلى القلب. نمر الآن إلى الفقرة الأخيرة، استثمر تعلماتي. إذن النشاط الأول activité 1، j'écris vrai ou faux، نكتب صحيح أو خطأ. les artères، les artères هما الشرايين، les artères هما الشرايين. عندنا هنا les veines هما الأوردة، الأوردة. Alors les artères conduisent le sang des organes vers le corps. إذن هنايا شنو قالوا لنا؟ الشرايين تاخذ الدم من الأعضاء إلى القلب، وهاد العبارة هذه خاطئة. العكس، الشرايين كتدي لنا الدم من القلب للأعضاء. إذن نكتبوا فو. La deuxième phrase, les veines conduisent le sang des organes vers le corps. هذه هي العبارة الصحيحة، هي اللي نكتبوا فيها فغي. إذن الأوردة كتدي الدم من الأعضاء للقلب، كتدخل الدم للقلب. Les artères conduisent le sang du cœur vers les organes. إذن هذه هي العبارة الصحيحة اللي كتصحح لنا العبارة الأولى، اللي كتصحح لنا العبارة الأولى. Les veines conduisent le sang du corps vers les organes. هذه العبارة اللي يعني الخاطئة، أما العبارة الصحيحة هي الثانية. إذن نكتبوا فوق. إذن هاد جوج العبارات هما اللي صحاح، هادو اللي الوسط هما اللي فغي. نمر الآن إلى النشاط الثاني. تؤدي الالتهابات مثل التهاب اللوزتين الحلاقم إذا أهمل علاجه إلى أمراض تصيب القلب، حيث إذن الأمراض تصيب القلب كيتسمى الروماتيزم ديال القلب متعلق باللوزتين، التهاب اللوزتين، حيث تظهر أعراض مختلفة مثل الشعور بآلام في الصدر وارتفاع درجة الحرارة واضطراب في نبضات القلب والوهن والوهاني العام. الوهن هو الإعياء، الوهن هو الإعياء. من خلال النص أذكر أحد سبب أو أسباب مرض القلب. هو إذن أحد أسباب مرض القلب هو التهاب اللوزتين. داكشي علاش ملي كيكون عندنا التهاب اللوزتين خصنا ضروري نعالجوه في أسرع وقت، حيت الإهمال ديال العلاج ديالو غادي يسبب لنا القلب اللوزتين. السؤال ب، كيف يمكنني أو يمكن تفادي الإصابة بأمراض القلب؟ إذن هي المراقبة الدائمة، وماذا أيضا؟ وعلاج التهاب اللوزتين وعدم إهماله. يعني ما نقولش خليهم غيبروا بوحدهم، نو، حيت الا قلنا هكاك غادي يدينا داكشي اللي إصابة بأمراض القلب، وهذا ما لا يعني ما لا ينبغي فعله. ينبغي علاج التهاب اللوزتين
يعني في أقرب أجل. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحصة، نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لإنجاز الدرس المقبل الجهاز البولي. لذا كونوا في الموعد وإلى اللقاء.